لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لا شك بأن منتخب مصر واحد من أفضل المنتخبات الأفريقية، يحمل الرقم القياسي لبطولة أفريقيا بالسبع مرات، وتأهل لبطولة كأس العالم مرتين. استعرض تشكيلة المنتخب المصري في أوبر. محمد صلاح، مستحيل، الله على التصويبة، أي كرة، أي دقة، أي قذيفة يا لعيب، يا فنان، يا ممتع، الله على الكرة. حقيقة كانت هدفا رائعا جدا من مسافة بعيدة، من مسافة بعيدة استقرت، قذيفة صاروخية سكنت الشباك، تسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في الشباك، بعيدة جدا عن حارس المرمى. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. يخسرها في مكان خطير، فرصة لإرسال كرة في الشباك. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة، الأمور اقتربت الآن. أداء كبير وتألق غير عادي، يسجل مرتين ويبقى على بعد هدف واحد من الهاتريك. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. سانشيز يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم. سواريز، حارس المرمى بطل في اللقطة الماضية بهذا التصدي، الله على هذا القفاز، من مسافة قريبة كان ممكن تحرك الشباك، لكن ردة فعل استثنائية في اللعبة. يقطع كرة خطيرة لتقليص الفارق، هدف يقربهم من العودة وتصحيح الأوضاع. بعد 120 دقيقة مرت لن يغير شيء في النتيجة، لأن الهزيمة أمر محتوم الآن. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. راتبي قرر إضافة، كيفاني بكرة خطيرة أمام المرمى، فيها فرصة هدف، ممكن يسجل، مستحيلة يا كيفاني، في آخر اللحظات، في آخر الثواني، الله على الأورجواياني، التعادل في الوقت القاتل، في الوقت المستحيل من هذه المباراة. حارس المرمى، شوف الهدية اللي قدمها، الكرة ما كانت ملعوبة ولا كانت جملة تكتيكية، هدف في منتهى السهولة. هدف التعادل إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والنتيجة الآن هدفين لكل فريق. انطلاق بالكرة لمحمد صلاح، يضرب الآن، رائعة هذه الفرصة، يا سلام على الكنترول.